السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية كلية الحقوق جامعة بنها، مقر دراستهم فرع جامعة بنها بمدينة العبور. النهاردة يا شباب بنكون مع بعض في المحاضرة الأخيرة من مادة كرمنولوجي أند بينولوجي، علم الإجرام والعقاب، وفيها هننتهي من المنهج أو من الكتاب المقرر، وبنبدأ النهاردة من صفحة 95 في الكتاب المقرر، عند استكمالا لدراستنا لمدارس العقاب او سيريز اوف فينولوجي، مدارس او المذاهب المختلفه في مجال العقاب. والنهارده هنتعرف على افكار احد الفلاسفه في مجال العقاب وهو فيري. فيري ده صاحب مذهب اسمه السوشيال ديفنس، اللي هو نظريه الدفاع الاجتماعي. بنقول Fairy's concern with social prevention, not the nature of criminal behavior. اهتم Fairy بالحفاظ على المجتمع أكثر من اهتمامه بدراسة طبيعة السلوك الإجرامي. Fairy was instrumental in formulating a concept of social defense, the rationale for punishment. The theory of punishment says that purpose is not to deter or to rehabilitate, but to defend society from criminal predation. كان فيري منتقد أو كان فيري يعد يعني أداء أو شخص مهم جدا في صياغة مفهوم نظرية الدفاع الاجتماعي وفكرة الرشادة في العقاب. هذه المدرسة اللي هي مدرسة فيري في العقاب، الغرض منها أو بتشوف أن الغرض من العقوبة ليس هو الردع، يعني منع الجاني من معاودة ارتكاب جريمته أو منع الأفراد في المجتمع من الإقدام على ارتكاب الجرائم، وليس هو إعادة التأهيل rehabilitation of criminals، إعادة تأهيل الجناة، وإنما الهدف كان من وجهة نظره هي defense society، حماية المجتمع أو الدفاع عن المجتمع from criminal predation، من الافتراس الإجرامي، من الظاهرة الإجرامية تفترسه أو تسيطر عليه. وبكده نكون انتهينا من آخر فلاسفة المدرسة الوضعية، وننتقل إلى نقطة أخرى في دراستنا للبوزيتيزم ثيوري المدرسة الوضعية، وهنتكلم فيها على The Legacy of Positivism، تراث المدرسة أو أثر المدرسة الوضعية. في أول نقطة بنقول The Legacy of Positivist School was the shift from armchair philosophizing about human behavior to utilizing the concepts and the message of science. نقول ان ارث المدرسة الوضعية يتمثل في التحول من فكرة الفلسفة في دراسة السلوك البشري الى فكرة استعمال ادوات العلم الحديث في دراسة السلوك البشري. Positivism didn't prove or destroy classical principles. Simply shifted emphasis from crime and penology to the individual offender. المدرسة الوضعية لم تدمر مبادئ المدرسة الكلاسيكية، ولكن المسألة ببساطة أنها تحولت من التركيز على فكرة الجريمة وعلم العقاب إلى التركيز على الجاني الفرد وشخصيته وظروفه. ننتقل إلى مدرسة ثالثة من المدارس. احنا طبعا درسنا الكلاسيكال سكول، المدرسة الكلاسيكية في العقاب وفي التجريم، ودرسنا المدرسة الوضعية، وتعرضنا لأفكار الدفاع الاجتماعي لدى فيري. ودلوقتي بنتكلم على صورة أخرى من هذه المدرسة، وهي النيو كلاسيكيزم، اللي هي المدرسة النيو كلاسيكية أو المدرسة الكلاسيكية الحديثة. والمدرسة الكلاسيكية الحديثة دي بيتركز دراستنا فيها على فكرة Rational Choice Theory، نظرية الاختيار العقلاني، وأن الجاني أو أن الشخص بصفة عامة حينما يقدم على ارتكاب السلوك الإجرامي فهو يجري Rational Choice، اختيار عقلاني بين أنه يرتكب السلوك الإجرامي وبين الفوائد والمنافع اللي بتعود عليه من وراء ارتكاب هذا السلوك. في ضوء فكر المدرسة النيو كلاسيكيزم، اللي هي المدرسة النيو كلاسيكية أو الكلاسيكية الحديثة، سنتعرض إلى بعض النقاط. النقطة الأولى: Rational Choice Theorists believe that factors such as poverty,
اي كيو ان بلاسفينس اور بروكن هومز ار نوت ريكوايرد تو اكسبلين كرايم. في ظل نظريه الاختيار العقلاني يتم الاعتقاد بان العوامل الاخرى زي الفقر او معدل الذكاء او الاندفاع او المساكن غير الصالحه او المهدمه اللي بيعيش فيها بعض الناس دي امور غير مؤثره او غير مطلوبه لشرح وتفسير السلوك الاجرامي. النقطه الثانيه the choice is made in extent of personal and situational constraints and the availability of opportunities. الاختيار بيتم في ظل الظروف الشخصية والقيود الشخصية ومدى توافر أو إتاحة الفرص لارتكاب الجريمة أمام الجائم. النقطة الثالثة criminal acts are specific examples of the general principle that all human behavior reflects the rational pursuit of maximizing utility which is the modern economist's version of the intense principle of maximizing pleasure and minimizing pain. السلوك الإجرامي هو مثال عام للمبدأ اللي بيقول إن السلوك البشري دائما هو أو بيرجع إلى سعي عقلاني وراء تحقيق منافع أو مكاسب. وفي مذهب الاقتصاديين اللي بيؤيد مذهب بنتام إنه الإنسان دائما في محاولة إلى maximizing pleasure تعظيم أو زيادة المتعة في حياته and minimizing pain وتقليل الألم أو تقليل الشعور بالحزن في حياته. نستكمل ايضا كلامنا على المدرسة الكلاسيكية الحديثة وبنقول rational choice theory assumes a criminally motivated offender and focuses on the process of the choice to offend. نظرية الاختيار العقلاني بتفترض ان الدوافع الاجرامية بتركز على عملية الاختيار السيء للجاني. choice structuring the constellation of opportunities, costs, and benefits attaching to particular kinds of crime. هيكلة عملية الاختيار بتقول ان في مجموعة من الفرص، مجموعة من التكاليف، مجموعة من الفوائد او المزايا بتكون مرتبطة بنوعيات معينة من الجرائم، لذلك بيسعى الجاني لارتكاب هذه الجرائم رغبة منه في تحقيق البنفيتس attaching to these kinds of crime المرتبطة بهذه النوعيات من الجرائم. نقطة الثالثة explanation of criminal events must be crime specific because offenses have properties of their own. يجب ان تفسير السلوك الاجرامي او الاحداث الاجرامية المرتبط بجرائم محددة هيكون له علاقة بالخصائص او بالسمات الخاصة بهذه الجرائم اللي هي المنافع اللي بتعود عليها. بكده هننتقل الى نقطة مهمة جدا وهي نقطة الغرض او الغرض او اهداف العقوبة. واحنا طبعا عندنا اهم هدف من اهداف العقوبة وهو هدف الردع. وسبق وتعرضنا الى ان الردع نوعين، ردع عام والردع الخاص. الردع الخاص يقصد به ان الشخص حينما يقترف او يرتكب جريمة فانه يوقع عليه عقوبة، هذه العقوبة تجعله يمتنع من معاودة ارتكاب تلك الجريمة خوفا منه او خشية منه ان ينطبق عليه ذات العقاب مرة ثانية. اما باقي افراد المجتمع اللي بيشوفوا احدهم قد خالف السلوك القوم وارتكب سلوكا اجراميا بيشوفوا ان لما متوقع عليه العقوبة ان هم ايضا بيمتنعوا عن ارتكاب جرائم خوفا من ان توقع عليهم مثل هذه العقوبة. نبدأ نتكلم على the trends and the choice، الردع وفكرة الاختيار العقلاني. هي نفسها فكرة المقارنة بين بين versus gain، الموائمة ما بين الألم وتحقيق المكاسب والنفع. نبدأ أول حاجة نتكلم على deterrence، the prevention of criminal acts by the use of threat of punishment. الردع هو منع الأعمال الإجرامية من خلال أو بواسطة التهديد بالعقاب. specific deterrence refers to the effect of punishment on the future behavior of the person who experienced the punishment. الردع الخاص يشير إلى أثر العقوبة على سلوك هذا الشخص في المستقبل أو سلوك الشخص الذي تم توقيع العقاب عليه في المستقبل من خلال خبرته أو من خلال ما رآه من خلال تطبيق العقوبة عليه. Recidivism هي العودة إلى الإجرام ويقصد به committing another crime after previously being punished
فور ون، وهو العودة أو ارتكاب جريمة أخرى بعد سبق توقيع عقوبة على هذا الشخص من أجل جريمة أخرى. There must be relatively high degree of certainty the punishment will flow a criminal act. The punishment will be administrated very soon after the act and it must be quite harsh. طبعا عايزين نقول انه يجب ان يكون هناك درجة عالية من اليقين او التأكد من ان اي جريمة هيتبعها عقاب، وان تطبيق العقوبة هيكون بعد وقت قصير جدا من ارتكاب الجريمة، وان العقوبة دي هتكون قاسية للغاية. ده يؤدي بنا الى الردع، سواء الردع العام اللي هو الجينر ديترينس او الاسبيسيفيك ديترينس الردع الخاص. ننتقل الى نقطة اخرى برضو في اطار حديثنا على الاسبيسيفيك ديترينس الردع الخاص، بنقول the effect of punishment on future behavior depends on the contrast effect which is the distinction between the circumstances of punishment and the usual life experience of the person being punished. طبعا تأثير العقوبة على السلوك المستقبلي لهذا الجانب يعتمد على فكرة التباين أو تأثير التباين أو المقارنة ما بين الظروف أو الحياة اللي بيعيشها وهو بيؤدي العقوبة وما بين حياته المعتادة. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الردع، وهو الجنرال ديترينس الردع العام، the preventive effect of the threat of punishment on the general population. It's aimed at potential offenders. طبعا هو الأثر الوقائي للتهديد بالعقاب على عامة السكان أو على عامة الأفراد، وده طبعا بيستهدف المخالفين المحتملين اللي هم كانوا ممكن يقترفوا جرائم، بس لما يشوفوا شخص توقعت عليه العقوبة أو وقعت عليه عقوبة فهم هيمتنعوا عن ارتكاب هذه الجرائم. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في محاضرتنا النهائية، وبنقول deterrence theorists tend to assume a more rational human being than rational choice theorists. Their models being full of complicated mathematical models defining cost benefit ratio. بنتكلم على انه من منظور الردع هنميل الى افتراض ان الانسان ده انسان عقلاني عشان يقدر يقارن ما بين ارتكابه للجريمه وما بين الضرر اللي هيرد عليه من ارتكاب جريمته، ولكن احنا هنقابل في تفسيرنا للمجرمين نماذج مليئه بامثله معقده وعندها حسابات رياضيه معقده حوالين فكره الكوست والبنفيت، التكلفه والمنفعه، ولذلك ده هيكون السبب في معاوده ارتكاب الجرائم لاكثر من مره. بكده يا شباب